هلا رح نروح لاولى محطاتنا نور، وحكينا بالبدايه انه معنا اليوم عرض بصري هو الاول من نوعه بسوريا بتقنيات بصريه وفكره ابداعيه ونجوم تمثيليه تتقن فن المسرح. فلا والاقزام السبعه اللي قدم على خشبه المسرح طيله ايام عيد الفطر، طبعا العمل من تاليف الاستاذ هشام كفارنه واخراج الاستاذ بسام حميدي وتأليف الأستاذ الموسيقي إيهاب مرادني وإشراف عام زياد الموح. لنحكي أكثر عن العمل بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الأستاذ بسام حميدي وهو مخرج العمل. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير، صباح النور. يسعد صباحك وتحية لكل المشاركين بالعمل. بالبداية خلينا نحكي، لما نقول العمل الأول من نوعه من سوريا بنقصد الأول من نوعه من شو؟ من حيث التقنيات على المستوى مثل ما قلنا بالبداية البصري. خلينا نعرف المشاهدين عن هيدا العمل أكثر. هلا هو المسرح البصري موجود خارج البلد، يعني نحن الإمكانيات عندنا شوي ضعيفة. هو مثل مسرح الطفل، مثل المسرح التجريبي، مثل المسرح القومي. في شيء اسمه برا المسرح البصري، هو مسرح تقنيات معتمد على الصورة. فأنا حاولت، يعني صلي تقريبا شيء 10 سنين عم اشتغل بمجال اني دخل هذا المسرح لسوريا، فدخلته. أنا عملت ب 2017 ضوء القمر، وعملت ب 2020 عملت مسرحية المنديل بدار الأوبرا. وهلا عملت هي الاولى من نوعها فعلا، يعني هو اول عرض بصري مخصص للاطفال يعني. فكان هو الاول عرض بسوريا بهي الصوره، هي مسرحيه فلا والاقزام السبعه. الحكايه معروفه، بس استاذ هشام كفارنه حاولنا نعمل لها تاليف جديد ورؤيه جديده، وقدمنا اول عرض بصري بتاريخ سوريا ان شاء الله. عم نشوف مع حضرتك وانت عم تحكي، عم نشوف مشاهد على الشاشه، طريقه الدمج بين التقنيات البصريه المستخدمه جدا جميله وفعلا مميزه، واول مره نشوفها على خشبه مسرح وخصوصا للاطفال اللي اساسا هذا العالم بيبهروا الصوره، بيبهروا الالوان. بعالم التكنولوجيا صارت عم تجيب للطفل او حتى للكبير مشاهد مختلفه من العالم. قديش كان هذا التحدي، وقديه كمان نحن فخورين اليوم نشوف هيك عمل على خشبه مسرح الحمراء. هلا هو الحمد لله يعني اللي وصلنا لهي المرحله. هلا هاي الاعمال البصريه هي مكلفه جدا يعني. صحيح. انا العرض كان مقدم لوزاره الثقافه ومديريه المسارح والموسيقى، بس العرض طلع مكلف كتير. فكان ممكن يتوقف العرض يعني إلا تدخل يعني أستاذ زياد الموح، هو مدير شركة ميار الإنتاج الفني، هو آمن بالمشروع وفكرة الأطفال هي من زمان يعني عنده إياها، فقال لي لا نحن خلينا نتعاون معك ونعمل هذا المشروع. يعني هو وقف دعم المشروع، فصار العمل هو إنتاج شركة ميار بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى والمؤسسة العربية للإعلان. فكان أنا التنسيق بين أستاذ أيمن الأخراس وأستاذ عماد جلول وزارة الثقافة مديرية المسارح وأستاذ زياد الموح، عملنا توليفة قدرنا أقل شيء ننتج العمل، لأنه هو مثل ما حكيت أنت هو عمل بصري يعني يعتمد على الصورة، فهو في أجهزة إسقاط، في إضاءة. لازم أنت بتقولي بصري معناتها يجي الطفل يحضر يشوف شيء إنه جديد، ما إنه معمول على سبيل الصورة. فأنا كنت مدير إضاءة بالأساس، فكنت أقعد خلف الجمهور وكذا، فكنت انتبه كتير على الطفل إنه الطفل وين بيشرد. صحيح. وين بيتابع بالألوان وين؟ بالضوء عملية إبهار أساساً بصري للطفل، لأنه عنده أساساً مخيلة واسعة وبيحب هاي التفاصيل بشكل كتير كبير. ومثل ما قلنا ضمن الإمكانيات المحدودة، لأنه أساساً نحن بحالة حرب كنا أكثر من 10 سنوات طبعاً. خلينا نتابع معكم مع المشاهدين مقتطفات من العمل ونرجع نتابع حديثنا.
كي تتكحشي، هاتي هيا الشعر الأشقر كي أبقى الأحلام كي أبقى الأحلام. مثل ما شفنا عرض جدا جميل مستمتعين، والحقيقه انه ظاهر انه في توليفه هيك مشتركه، الموسيقى عم تلعب دور، الاضاءه، الملابس، الاداء كله مع بعضه، هن كتله واحده ما فينا نجزئ نقول يمكن التقنيات البصريه كانت جذابه اكثر، الحقيقه كلهم مع بعضهم مجهود كبير واضح بالعمل. خلينا نحكي عن هذا المجهود، قد ايه قعدتوا تحضيرات، الشراكه الفنيه اللي موجوده بين اسماء كبيره مثل هشام كفارني، حضرتك، ايهاب مرادني، الممثلين الموجودين. هلا هو العرض هو جميع عناصره ابطال، يعني انت حكيتي شغله هو الواقع بصراحه، يعني ان كان الممثلين وان كان الموسيقى وان كان الجرافيك كمان، انا معي رضا الراعي وعلي المصطفى كمان، هن الجرافيك اللي عم نشوفه الصوره البصريه. هلا التوليفه كانت صعبه بصراحه، لان انت بهون العرض محسوب على الليبرا، يعني مثل ما بيقولوا، لان انت عندك مثلا الموسيقى بدها تدخل هلا بنفس الوقت بده يفوت الممثل، بنفس الوقت لازم تقلب صفحه، بنفس الوقت لازم تفوت الفراشه لتعمل الحركه، بنفس الوقت لازم الملابس تكون جاهزه. فكان هو التوليفه كامله، ما فيك تقولي مثلا الملابس ما أنا مهمة. كمان كانت مصممة الملابس ريم الماغوت، كمان كتير كنا معتمدين على الصورة البصرية الجميلة للطفل. يعني إحنا حاولنا نعمل شيء، كان في اتحاد، يعني عم نتابع نحن الصورة البصرية والتقنيات البصرية، كان في اتحاد بالصورة مع الأشخاص الحقيقيين، هذا الجميل. يعني صحيح في تقنيات عالية بس كان في اندماج، يعني ما قلنا إنه مثلا في خلفيات بصرية مش واضحة، لا، في كان تناغم يساوي هذا المستوى. هون الجميل، احيانا بتشوف اعمال بصريه لا في فوارق، هون في اندماج مع الاشخاص والفنانين مع التقنيات العاليه، هون جماليه فينا نقول العرض الفني. بس ردود الافعال الناس لما نحكي عن مجهود كبير وعن مثل ما قلت تكاليف عاليه اساسا هي متعبه لكم، ردود الناس كيف كانت؟ هلا بشكل عام نحن بتعرفوا انه نحن كنا عم نعرض 10 ايام، نحن يعني كان الاتفاق انه اول 3 ايام مجانا والاسبوع الثاني يكون تيكت بسيط يعني. بس استاذ زياد المو شاف الاقبال والناس كثير مبسوطين بالعرض وهيك، قال لي خلص بسام خلينا نعمله مجانا السبع ايام، خلينا يعني الناس اكثر تشوف. يعني في ناس بتعرفي امكانياتهم ما انا، ونحن خاصه عم نقول مسرح طفل، يعني نحن ما عم نقول مسرح لا تجاري ولا مسرح انه فئه الاطفال هي المعنيه اكيد. بالضبط، فكانت البسمه كثير حلوه كثير. نحن عرضنا 10 عروض، كانت الصاله كومبلي كثير، يعني اضطرينا نمدد يوم لان اخر يوم الناس صارت برا تقول لا بدنا نحضر وما ضل، وشفنا اولاد كثير يعني متضايقين. ايه فتحنا يوم 11 يعني كمان عرضنا، يعني بعد موافقه مديريه المسارح فعرضنا هذا اليوم، الاقبال كان كثير حلو.
التجربة أخذت منحة جديد، يعني منحة أنه الطفل حب هذا النوع، فأنا بدنا نستمر إن شاء الله بهذا النوع. إن شاء الله بنشوفكم قريباً بباقي المحافظات. طبعاً، وخاصة أنا العرض معي ممثلين كبار كمان، ما بدي أقول لك هني آمنوا بالتجربة، لو ما حدا آمن بالتجربة حتى أستاذ هشام كفارني ولا أستاذ إيهاب ولا الجرافيك ما بتقدري تعمل شيء. أكيد الممثل بيأمن، هو بيعطي كمان دفع للعمل، يعني بيحضرنا ونحن عم نحكي عن المسرح نتذكر الفنان الله يرحمه نضال ساجري الله يرحم روحه، كان من أكثر الفنانين المؤمنين بضرورة التوجه لمسرح الأطفال. بكل شهرته كان دائما لازم يكون عنده مسرحية كل فترة للأطفال الله يرحمه. طبعا هلا أنا عملت له إضاءات وكل الأستاذ نضال الله يرحمه، فكان هو كتير بيقول لي اللي أنت عينك لقدام رح تعمل شيء، كان هو كتير بيشجعني. فالحمد لله هلا بلشت بهذا المشروع، ومثل ما قلت لك كان معي انا نجوم بالمسرح مخرجين، يعني انا كان معي استاذ زهير بقاعي مخرج، استاذ داود شامي، طماضر غانم، الفنانه مي مرهج، في اسماء اسف اذا ناصر الشبلي، يعني قد ما عددت لك فادي الحموي، يعني راح انسى كثير. تحيه لهم كلهم. اكيد تحيه للكل. فهم نجوم كانوا بالعرض، بتمنى اساسا كلهم يكونوا موجودين، نوجه لهم تحيه فردا فردا. بنشكرك على وجودك معنا الاستاذ بسام حمادي، وان شاء الله بننطرك باعمال كمان اجمل وتكون ضيفنا قريبا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، ان شاء الله يا رب المشروع بده شوي دعم، وان شاء الله نستمر باذن الله. ان شاء الله موفقين وكل التوفيق لكم باي شيء جديد، بأي عمل جديد رح تعملوا. شكرا لوجودك. شكرا. شكرا.